سيد ابراهيم. نعم يا سيد. احنا مش هنقدر نختم قبل ما نتكلم عن المساجد بقى. المساجد بقى ايه اللي بيحصل في المساجد من مظاهر الاحتفال والحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله وكأني الآن في أحد المساجد. يا الله. يعني مسجد في سيف الدولة اسمه مسجد النصر، بتجي الفرقة بيقعدوا مكان الإمام مكان الصلاة، بيصطفوا مع بعضهم وتبلش حفلة وكأنها عرس. والله وكأنها عرس. ساعات نحن نسميها فرح حضرة النبي وعرس حضرة النبي. والله وكأنه عرس حقيقي، والناس كلياتها مبتهجة، والناس كلياتها متعاونة، والناس كلها بدها تضيف، والناس كلها يعني هقول لك أنا سيد إبراهيم، أنا عايز أقول لك حاجة. أنا ساعات بحب في الدعاء نقول كده اللهم اكتب أسماءنا في قلب حضرة النبي. اللهم يا رب. أنا أظن إن ده عرس، بس مش عرس إن إحنا بنزف حضرة النبي لقلوبنا، لكن إحنا بنزف نفسنا لعل حضرة النبي يدخلنا في قلبه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لو حصل هي دي الفرحة، هي دي السعادة. قول لنا كده حاجة من الملامح الأساسية اللي بتحصل في المسجد في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشياء اللي بتصير مثل ما وصفت لك جدا يعني قريبة جدا، لأنه هو عرس حقيقة. الناس بتأنشد، كل الموجودين بينشدوا، كل الناس، الناس بتأنشد. إذا كان الجو قريب لشتاء بيوزعوا اللي هي الجوز الهند، إذا كان قريب لصيف بيوزعوا البوظة عنا. طبعا نلاقي آيس كريم، آيس كريم اسمه آيس كريم. فبتلاقي الكل يعني يعني كله بده يجتهد، بده يشتغل، بده يعمل شيء. ايس كريم في المول يعني الناس بدها توزع، حاجة بتلاقي يعني الصغير عاوز ياخذ يوزع يعطي للناس. الاطفال بدهم يمشوا مثلا، الناس قاعده في المسجد فرح. الطفل بده ياخذ من الشخص اللي عم يوزع، بده ياخذ هو يعطي للناس. الناس كلها سعيده، سعاده سبحان الله. المسجد بيبقى عباره عن فرح، فرح بحضره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيد. سيد ابراهيم، انا عارف ان في انشوده كده بتحب تسمع واهل الشام بيحبوا يسمعوا. ايه بقى من تسمعون كمان من تسمعون في المول؟ على على العقيقه، على العقيقه، على العقيقه اجتماعنا. العقيقه انا بحاول استذكر على العقيقه اجتماعنا نحن وسود العيون. نعم يا سيدي. يعني هم قصدهم، هم قصدهم مين سود العيون؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام، لانه كان اكحل صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح صحيح. عشان كده هو كان عيونه ثبت كل القلوب صلى الله عليه وسلم. هنسمع الشيخ محمود وهو بيقول على العقيق اجتمعنا، ونرجع تاني مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله.